بعض اعداء النجاح تقول لي مودي راه كافه من هادشي كافه من هادشي، سيروا قابلوا فراقكم قابلوا روسكم قابلوا روسكم قول لي قابلوا روسكم، راه الكره راه ما فيهاش حال هاد الناس خبثاء، ما فيهاش حال هاد الناس جبناء، واللي بغى رياض يجي عنده فاس، لا تنقول لي اللي بغى رياض يجي عنده فاس، فرياض راه يمرض ولا يموت كيف ما كان الحال، راه سأظل أتحدى هؤلاء الرجال وسأظل أني تنخدم في صمت من أجل الفوتسال المغربي كيف ما كان الحال ديالي، واخا ناخذ المنحة ولا ما ناخذهاش فدائما غادي نبقى، والدليل على ذلك أن فريق النصر راه الصفوف ديالو الصف ديالو الآن هو صف مريح بالنسبة ليه، ولهذا لما نطول عليكم الإخوان ولما نطول على الناس اللي تحبوا فريق النصر تنقول لهم لا خوف على فريق النصر، والسلام عليكم. شكرا للسي وحمان اللي دائما تيساير هاد الأوضاع هذه ديال فريق النصر وهاد الناس وتيكذب وتيعمل على تكذيب هاد الافعال وهاد الاشاويش وهاد التغليط للراي العام، وحنا فريق النصر ما تنغطيوش السمش بالغربال، حنا واضحين واضحين، واللي بغى يجي يلقى عندنا يعرف نعطيو البرنامج ديالنا السنوي نعطيه اللاعبين الحمد لله كلهم في مستوى عالي، هذا هو اللي يعني فريق النصر الرياضي ستاتيك يبقى من الفرق اللي يعني جميع اللاعبين خذوا المستحقات ديالهم بطبيعه الحال، جميع اللاعبين دون استثناء كلهم خدوا المستحقات ديالهم.